عزيزي المشاهد، عزيزي الجيمر، عزيزي الكونتنت كرييتور، اهلا بيكم في حلقه جديده. لا شك اننا دلوقتي نقدر نعتبر اللابات اختيار في الجيمنج وفي المالتي تاسكينج قصاد البي سي، بس ما ينفعش استبدل البي سي باللابتوب، وزي ما احنا متفقين ان لا صوت يعلو فوق صوت البي سي في الاداء. لكن في نقطه الحركه لينا كلام تاني. طبعا زي ما قلت قبل كده ان نقطه الحركه عشان تكون موجوده في اللابتوب تم التضحيه بحاجات كتير، منها التحديث، قوه التبريد، وطبعا والاهم الاداء. وده لان الكونسبت الاساسي في فكره اللابتوب حاجه تكون سهله الحركه، ولازم يكون حجمها مناسب، ولازم وزنها يكون خفيف. لو الاثنين الاخر دول مش موجودين اياك تقول لي انك بتعرف تتحرك بيه. فاللابات في منها قليل وكتير، زي النايترو 5 ضيف الحلقه اللي فاتت، وفي نهايه الحلقه اللي فاتت هتلاقيني قلت لك ان اللاب ده هو والهيليوس 300 استخدمناهم طول فتره رحلتنا في معرض MWC في برشلونه، وبما اننا استضفنا النايترو 5 يبقى اكيد جه الدور على الهيليوس 300. ايسر هيليوس 300 لابتوب جيمنج من ايسر من الدرجه الاولى، سعر ومواصفات وشكل، ومن المفترض ان سعره هو 1100 دولار. وعلى افتراض ان حبينا نقارن بينه وبين المتاح من اللابات اللي بتلعب في نفس المواصفات، هو الاقل والافضل سعرا، اما اداء دي لسه هنشوفها بعدين. وزن اللاب بيوصل ل 2.9 كيلوغرام، وهو وزن مناسب جدا في الحقيقه انك تروح وتيجي بيه. هيكل اللابتوب كله من البلاستيك الا ظهر الشاشه، جايب طبقه من الالومنيوم مدياله شكل احسن، اي نعم بس مزوده من سمك الشاشه، لكنها مدياله شكل كويس مع لوجو بريدتور الخاص بايسر، الفئه الموجهه من الالف للياء للجيمرز، مع كيبورد بينور باللون الاحمر بس، للاسف مفيش ار جي بي على عكس ترند المرحله الحاليه. وبعيدا عن الشكل النسبي اللي بيختلف من شخص للتاني، نخش في المضمون. اللاب ده جايب شاشه بحجم 17.3 بوصه من نوع اي بي اس، بدقه عرض فول اتش دي، ومعدل ريفرش ريت 144 هرتز. عشان كده قلت لك ان المواصفات بتاع الفئه دي موجهه للجيمرز بشكل اساسي، بس مش بالضروره تكون للجيمرز بس. الشاشه ببانل من نوع اي بي اس، وهي بانل معموله عشان رينج الوان يكون اكبر من التي ان، ودي ممكن تخدم اي شخص بيشتغل او بيعتمد في شغله على الالوان زي الجرافيك ديزاينرز مثلا او المونتيرز على برامج زي ادوبي بريمير. هي مش التجربه الافضل، لكنها مقارنه بالتي ان او الفي اي احسن طبعا. اللاب زي اخوه النايترو 5 بالظبط، جاي ببروسيسور انتل كور اي 7 من الجيل الثامن 8750 اتش، بروسيسور سداسي النواه، وبيدعم الهايبر ثريدنج بعدد 12 ثريد مع رامات من نوع دي دي ار 4 بحجم 16 جيجا بايت في وضعيه دولت شانل بتردد 2133 ميجا هرتز. ودي مواصفات ممتازه لو حد بيفكر يجيب جهاز عشان برامج اوتوكاد او برامج من نوعيه ادوبي بريمير وسوني فيجاس، وفي نفس الوقت حاطط في باله ان الجهاز هيكون معاه في كل مكان واي وقت، او ناوي يبدا على خفيف في موضوع الاستريمنج مع برنامج زي او بي اس او اكس سبليت مع تواجد اس اس دي بمساحه 256 جيجا عشان لودنج اسرع للبرامج والسيستم، وهارد 1 تيرا بايت للتخزين. طبعا لما تيجي تقارن بين البروسيسور كور اي 7 8750 اتش والموازي ليه في البي سي الانتل كور اي 7 8700 كي، هتلاقي فرق في الاداء بين الاثنين، مع العلم ان التجربه اللي عملتها على الكور اي 7 8700 كي كانت على الاوضاع الافتراضيه، ومن النتائج هتلاقي تفوق الكور اي 7 8700 كي على الكور اي 7 8750 اتش بنسبه تقدر ب 43%. لانك لو جيت بسيط على مواصفات بروسيسور البي سي اللي جاي بالتردد بيبدا من 3.7 وبيوصل لتردد 4.7، وكمان لو عملت له اوفر كلوك مع رامات اعلى من حيث التردد، هتلاقي ان الفرق بين الاثنين هيزيد عن 43%، في حين ان بروسيسور اللابتوب جاي بتردد بيبدا من 2.2 وبيوصل لتردد 4.1 على البوست، وطبعا غير داعم لكسر السرعه. بس الاداء ده ما يمنعش ان البروسيسور هيفيدك في البرامج بناء طبعا على النتائج اللي بتحاكي اداء برامج المالتي تاسكينج، اي نعم مش بنفس قوه بروسيسور البي سي، وما تتوقعش منه حاجه اعلى من كده الا لو كان بروسيسور اعلى. ومن البروسيسور واداء البروسيسور نروح لجوهر الجيمنج لابتوب، كارت الشاشه. كل نسخ الهيليوس 300 باختلاف البروسيسور او باختلاف احجام الشاشه ومواصفاتها بيجوا بالكارت المهيمن على الاداء في معماري باسكال على ريزولوشن 1080 بي الجي تي اكس 1060. الكارت ده من انفيديا جاي بعدد 1280 من الكودا كورز، بالمناسبه ده نفس العدد بتاع الكودا كورز اللي موجود في كروت البي سي، لكن في اختلاف بين الاثنين وهو التردد، وده خلق فجوه في الاداء بين اداء كروت البي سي في الالعاب وصوت كروت اللابتوب. ويمكن الكارت ده هو والجي تي اكس 1050 و1050 تي اي على عكس اللي المفترض في معماري باسكال جايين بنفس عدد انويه الكودا كورز بتاعه كروت البي سي بس بترددات اقل. لو جيت بصيت على فرق الاداء بين كارت البي سي وكارت اللابتوب في الالعاب، هتلاقي ان كارت البي سي متفوق على كارت اللابتوب بنسبه تقدر بحوالي 13%، وده فرق متوقع جدا في ظل ان انفيديا ثابت مصير التبريد لكروت الجي تي اكس 1060 في ايد شركاء انفيديا، فهتلاقي ان كروت ال 1060 اللي موجوده في السوق او اللي كانت موجوده في
السوق اسرع وتبريدها احسن. لازال كارت اللابتوب بيقدم اداء كويس جدا في الالعاب على اعلى اعدادات ليها مع ريزولوشن 1080 بي. ممكن يكون في نسبه تقصير في الالعاب على اعلى اعدادات ليها زي العاق اساسن كريد اوديسي والعاق مترو اكسودوس، لكن شويه لعب في الاعدادات اللي مش بالضروره هتاثر جامد على الفيجوال هترفع من اداء الكارت في الالعاب. وعلى ذكر اعدادات الالعاب، احنا جربنا عليه العاب من نوعيه الباتل رويال على اعلى اعدادات ليهم واداء الكارت معدي 60 فريم، ودي العاب اللي فعلا الجرافيك مش فارق معاها بدرجه كبيره قد ما معدل الفريم في الثانيه الواحده يهم اكتر. عشان كده لازم يكون عندك وعي كبير بايه الاعدادات المفيده واللي مش مفيده بالنسبه لك عشان تاخد افضل تجربه من اللعبه، خصوصا لو الشاشه اللي معاك 144 هرتز اللي هتضمن لك تجربه افضل في العرض ومعدل عرض الفريمات افضل بكتير مقارنه بال 60 هرتز. الاداء زي ما انت شايف من النتائج سواء البروسيسور او كارت الشاشه في الالعاب ممتاز، لكن الحاجه اللي ممكن تعكر صفو الممتاز ده هو درجه الحراره. نتائج درجه حراره اللابتوب ده هتتقسم لنوعين، مره على المالتي تاسكينج ومره على الجيمنج. في المالتي تاسكينج البروسيسور انتج درجه حراره تقدر ب 76 درجه، في حين انه في الالعاب انتج درجه حراره تقدر ب 98 درجه، وكارت الشاشه كانت درجه حرارته في الالعاب تقدر ب 81 درجه. مش هقول ان درجه الحراره دي وحشه او عاليه، لان ما لاحظتش على اللابتوب اي تقصير في الاداء. اي نعم صوت المراوح كان عالي جدا بس مفيش تقصير في الاداء، بس على المدى البعيد الارقام دي ممكن تكون مضره بصحه قطع اللابتوب. فلما تيجي تقارنه بين النايترو 5 من حيث الاداء فالفرق بين الاثنين مش كبير. هو في فرق في الاداء لصالح الهيليوس 300، بس ده مش عشان مثلا لا قدر الله ان القطع اوفر كلوكد ولا حاجه، لا ده السبب ان النسخه اللي جات لنا من النايترو 5 فيها رامه واحده بس حجم 16 جيجا بايت، في حين ان الهيليوس 300 جاي برامتين كل واحده فيهم 8 جيجا بايت في وضعيه دول تشانل. بالتالي ده هيحسن من عمليه نقل الداتا للبروسيسور فيديك الفرق اللي انت شايفه حالا. يعني الدول تشانل في الرامات بي سي او لابتوب بتفرق زي ما قلت في حلقة فاتت، عشان كده لازم تاخد بالك من التفاصيل الصغيره دي. الغريب بعيدا عن الرامات ان لما قارنت بين اللابين النايترو 5 والهيليوس لقيت ان النايترو اقل في درجه الحراره، مع ان الاثنين بنفس المواصفات وبنفس دايره التبريد ونفس الاداء يعتبر، لكن في اختلاف في درجه الحراره بين الاثنين. ايه السبب بصراحه؟ مش عارف، حاولت ادعبس عن الفرق بين الاثنين في درجه الحراره ما لقيتش، وده يخلي عندي تعقيب صغير جدا على دايره التبريد ككل كتصميم. طبعا عارف ان رايي ملوش لازمه بس استحملني. درجه الحراره ما ظهرتش منها اي مشكله في الاداء في الهيليوس الا لما حطيته قصاد النايترو من حيث الارقام. التعقيب بقى ان درجه الحراره متجمعه في مكان واحد، ففي سوء استغلال للمساحه الداخليه في اللابتوب. كان من الافضل ان دايره التبريد تكون متقسمه على جنبين اللابتوب، جنب للبروسيسور وجنب لكارت الشاشه، بحيث ان درجه الحراره ما تكونش متركزه في مكان واحد في اكتر القطع اللي بتنتج انبعاث حراري. بس لازلت مش عارف ايه السبب اللي مخلي الهيليوس درجه حرارته اعلى من النايترو 5، هتجنن غالبا. وده يودينا لاخر نقطه في الحلقه، لو قدامي الاثنين اشتري مين فيهم؟ الاثنين كمواصفات من بروسيسور وكارت شاشه ورامات بعيدا عن الدول تشانل الاثنين هيبقى ادائهم واحد، الشاشه في الاثنين من ريزولوشن ونوع البانل وتردد واحد، فالتجربه سلسه جدا على الاثنين. درجات الحراره في الاثنين هي الفرق الوحيد. اي نعم في الهيليوس زي ما قلت مش مضر قوي بالقطع لكنها نسبيا عاليه، وده واحد من الاسباب اللي ممكن تخليك تحبز النايترو 5 عن الهيليوس 300، لكن السعر في صالح الهيليوس 300 على النايترو 5. النايترو 5 سعره حوالي 1400 دولار كاقصى سعر ليه، في حين ان الهيليوس 300 سعره 1100 دولار، في فرق حوالي 300 دولار بين الاثنين، ممكن يخليك تتبنى حلول زي انك تجيب ماوس جيمنج، كيبورد جيمنج، سماعه جيمنج، ماوس باد جيمنج، ويبقى كده كملت السيت اب بتاعك. في الاخير اللابتوب الهيليوس 300 كاختيار هو اختيار ممتاز جدا، سعر مقابل مواصفات، مقابل مميزات، وطبعا مقابل اداء، تقدر تعتمد عليه في الجيمنج بما انها الغايه الاولى والاخيره من تواجد كارت زي الجي تي اكس 1060 في الفئه دي. اداؤه في برامج الكونتنت كريشن ممتاز، لانك لو فاكر سواء هو او النايترو 5 دول اللابين اللي استخدمناهم في تغطيتنا على قناتنا الثانيه ارتك خلال فتره تواجدنا في معرض ام دبليو سي في اسبانيا، القناه اللي ممكن تعمل لها سبسكرايب هي كمان، ده غير انك لو جديد معانا هنا اعمل سبسكرايب لقناه عرب هاردوير عشان يجي لك نوتيفيكيشن بالحلقه اللي جايه، ولايك لو حلقتنا عجبتك، ورايك تحت في التعليقات، وكالعاده اشوفكم في الحلقه الجايه.